هنا في كتاب وسنة بفهم السلف الأمة. هنا لا في كارل ماركس ولا في فريدريك إنجلز ولا في فلاديمير لينين ولا في ستالين ولا في غيره. الصوفي أوعك تنادي غير الله، لا تنادي البوراي ولا تنادي صايم ديما ولا تنادي الركاني ولا غيره. أي زول بعارف في دين ربنا سبحانه وتعالى فلا بيلقى الدنيا ولا بيلقى الآخرة. ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هنا في الدنيا بتلقاه ونحشره يوم القيامة أعمى. يا شيوعي ويا تابع للمؤتمر السوداني، تعال بعدين خش انبسخ هنا واتمحور عشان نوريك الانبثاق والتمحور ذاك. الليلة انبسخته أي بننبسخ معاك طوالي، مشيت قدام بنمشي معاك قدام، رجحت ورا بنعشق الخلف وبنرجع معاك ورا طوالي. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بنخش في الموضوع طوالي. الأحزاب السياسية في السودان سواء أكانت يسارية أو يمينية، دي بكل صراحة بتحارب في دين ربنا سبحانه وتعالى. حتى الأحزاب اليمينية المسلمة للأسف الشديد بتحارب في دين ربنا سبحانه وتعالى، وده كله عشان ينالوا حظ من الدنيا قليل. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الكلام ده. ربنا قال في سورة البقرة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ربنا زجر الناس اللي بتاجروا باسم الدين، دي اول حاجه نحن بننتهي منهم، بعد ذاك بنقبل العلمانيين ديل. اصبر لهم ساكت. الزول اللي بتاجر باسم الدين ايا كان، ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أسمع الآيات دي كويس يا كوس ويا شعبي ويا حزب أمة ويا اتحاد ديمقراطي، أوعى تلعب باسم الدين. وديل بيشتغلوا شغل المنافقين، بيحاربوا في الإسلام من الداخل، عرفتها. وكل الأحزاب بتشترك في الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، وده شغل المنافقين وده شغل الأحزاب إنه ما دارنا الدين. ربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما دارين الدين. ربنا قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ما دارين الدين. وديل العلمانيين الملحدة ديل، عرفتها. ربنا قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف أن يظلم أو يجور أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. بعد الكلام ده ربنا ذكر حال المؤمنين مع القرآن ومع السنة ومع الشريعة الإسلامية. ربنا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يتق الله ومن يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. المسلم
لما يقول له الله قال والرسول قال بيسلم. ليه؟ لأنه خاتي في راسه آيات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن العلماني بتجي تقول له الله قال في القرآن الكريم إنه السارق ده يقطع يده والزاني يجلد والزاني المتزوج يرجم، تطبيق الحدود. يقول لك لا لا ده نحن ما بينفع معانا. يقول لك افتكر واعتقد وارى وينبغي، ده منافي للايمان. انت ما مسلم عشان ما تغش في المسلمين ساكت، وده الشغل اللي بتشتغله الاحزاب هنا في السودان، من الاحزاب اللي بتحارب في دين ربنا سبحانه وتعالى وبتغش الطلبه في الجامعات، الحزب الشيوعي السوداني. وجوا الجامعات بتلقاهم شغالين باسم الجبهه الديمقراطيه، بيغشوا الطلبه بالمصطلح ده بالاسم ده، وتلقاه خجلان ما قادر يكتب الحزب الشيوعي السوداني. انت خجلان من الاسم ده ليه؟ ها؟ ما تكتب عديل الجبهه الديمقراطيه. ديل علمانيين صر ما فون ولا كلام. وده شيخهم ده محمد ابراهيم نقط، سكرتير الحزب الشيوعي السوداني سابقا، ده مات الحمد لله رب العالمين، الله يعجل لنا بالقاعد المجرم ده، عرفته؟ ده هنا عملوا معاه لقاء في الكتاب ده ذات حوار حول الدولة المدنية. دي الدولة المدنية اللي بينادوا بها الجماعة الليلة، ناس تجمع المهنيين السودانيين وناس قوى الحرية والتغيير. محمد إبراهيم نقود هنا سألوه قالوا له ألديكم قناعة بأن فصل الدين عن الدولة يشكل شرطا أساسيا لما يمكن أن يكون ضمانا للوحدة؟ قالوا انت بتفتكر انه لو نحن فصلنا الدين عن الدولة هل ده بيكون شرط في انه الناس ديل يتلاقوا ويتآلفوا وده بيكون شرط للضمان بتاع الوحدة بتاع السودانيين وكده؟ شوف الإجابة، ديل علمانيين وديل ما دارين الدين. قال مراعاة للدقة فإن الصيغة التي توصل إليها التجمع في بيان نيروبي واحتوتها مقررات أسمرة في عام 1995 هي فصل الدين عن السياسة، قال وأعتقد أنها تشكل أحد العوامل الأساسية للوحدة. قال نحن لما نفصل الدين عن السياسة وعن الدولة قال ده بيجمع الناس وده بيكون شرط لضمان الوحدة. أنا أبشرك بالذي يسوءك، ما في علمانية بتجمع لها ناس وما في اشتراكية بتجمع لها ناس، اللي بيجمع الناس الإسلام، عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، ربنا قال له وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض كله عشان تألف وتجمع بين الناس ما بتجمعهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللي بيجمع الناس الإسلام
ما العلمانية، العلمانية ورجالك كلهم تحت هنا، عرفتها؟ بعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله بنفتح لك فرصة، إن شاء الله تخش تنبسخ هنا، عرفتها؟ عشان ما تقعد تعمل لك قعدات ساكت ونسات ومؤتمر الطلاب المستغلين، تعال بعدين خش هنا ده، عرفتها؟ يا شيوعي ويا تابع للمؤتمر السوداني، تعال بعدين خش انبسخ هنا واتمحور عشان نوريك الانبثاق والتمحور ذات. الليلة انبسخت اي بننبسخ معاك طوالي، شفتها؟ مشيت قدام بنمشي معاك قدام، رجحت ورا بنعشق الخلف وبنرجع معاك ورا طوالي. هنا في كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هنا في هنا لا في كارل ماركس ولا في فريدريك إنجلز ولا في فلاديمير لينين ولا في ستالين ولا في غيرهم، هنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. المهم العلمانيين بيحاربوا في دين ربنا سبحانه وتعالى لشنو؟ معلوم ما دايرين الدين ده، سؤال اكتبه في ورقة، تعال بعدين جاوب هنا ده. انت ما داير الدين مالك ورينا. العلمانية لما نشأت في الغرب في فرنسا هناك قامت ضد الكنيسة، قامت ضد الإنجيل. النصارى لما انحرفوا الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام بقى الإنجيل ما نافع، وبقت الكنيسة بتطبق في الإنجيل المحرف ده. لما طبقت الإنجيل المحرف بقت الكنيسة بتحارب في العلم وبتحارب في العلماء وبتحارب في الاكتشافات العلمية وقمعتها، والناس اتضرروا في المعيشة بتاعتهم، في الأمور بتاعت المعيشة اتضرروا، فقاموا ضد الكنيسة دي، قاموا ضد الكنيسة. انت الليلة ما داير الدين، هل الدين حارب العلم؟ هل الدين قال لك ما تتعلم؟ أبدا. هل الدين قتل العلماء؟ أبدا. هل الدين قمعت الاكتشافات العلمية؟ العلماني يقول لك انتوا يا أخي لسه في الدقن وفي البنطلون القصير، يقول لك الناس طلعوا القمر، انتوا لحد الآن ما طلعتوا؟ أها، وانت انت عملتها واحدة فين؟ انت لا طلعت القمر ولا عفيت اللحية ولا قطعت الإزار، انت قاعد عبارة عن خازوق في الجامعات السودانية. تلقى الواحد قاعد 6 سنة وسبعة سنة تقول قاعد مقرش هناك، قاعد زي الديناصور، عرفتها؟ ديناصور كبير قاعد، انت بعد 2 ولا 3 يودوك المتحف طوالي، خدتوك جوا هناك مع الجماعة القدام ديلا، عرفتها؟ وهنا في السودان خادعين الناس بالمنظر، يعني الواحد تلقاه شاكي كده لابس له بنطلون وقميص وشاكي ولابس له نظارة وعامل فال واد ظريف، انت ما عندك اي حاجة، انت بس شاكي في نفسك، تقلق عندك حاجة، وتلقاه مربي شعره، تعرف كل الحاجات اللي عندهم، الواحد يكشر ويربي شعره ويلبس له فريم ويشوف له ساعة ويجي يقعد يحنك مع البنات، بس ده كل موضوع. قطعوا النجيلة ذاتهم تحت الجامعة، ما خلوا اي حاجة، يقول لي امه بيجاي وتاني يمشوا بيجاي، وعدلنا لف وعدلنا غنى. والواحد لما طي نهاية السنة تلقاه ما بيجي ذات ملكة الامتحان، يكب الزوغة بهناك. انت يا علماني شغال في الجامعة دي، انت شغال فساد، لكن انت ما عارف، انت بتفسد في عقول الطلاب، ودي انت بعدين يوم القيامة بتستحملها. والله ربنا قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الله قال ألا ساء ما يذرون، عرفتها؟ انت يا علماني بعلمانيتك دي ما بتجمع الناس، اللي بيجمع الناس الإسلام. ليه؟ لأنه الإسلام أمر بالائتلاف وأمر بالتعاضد وأمر بالتجمع، ده الإسلام يا أخي. في صحيح الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3،
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الصوفي أوعك تنادي غير الله، لا تنادي البري ولا تنادي صايم ديمة ولا تنادي الركاني ولا غيره. ما تبقى زي الشيوخ بتاعنا الطرق الصوفية. الشيوخ بتاعنا الطرق ديل الواحد فيهم بينادي الشيخ زي البري الهالك، عرفته؟ لو في بعدين صوفي داير مداخل نديك طوالي. البري ده كان بينادي غير الله. البري ده قال يا اللي عارك وقومك الليلة يومك، قول لي في نومك زالت همومك. ده شنو؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. البري قال الزول ينادي الشيخ ما تنادي الله، دي حاجة التصوف. قال الناب خطب في البلاد نزيل، قال فقل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصار الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. تنادي الشيخ أي أسمع الله. قال لك في القرآن الكريم شنو؟ ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ده تحدي، تحدي من الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما يقدر. ربنا قال له دعوة الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لما تشيل البلحة وتشقها النص وتطلع الفصاصة بتاعتها، الفصاصة بيكون فيها قشاء أبيض. القشاء الأبيض ده اللي قال لك الجماعة ديل ما عندهم. واحد تلقاه قاعد ينافس النار، ينادي واحد هناك في اللبيط، ولا ينادي واحد في الشكينيبة، ولا ينادي هناك في الكباشي. ديل الله قال لك ما بيستجيبوا لك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والحاصل في البلد من غلاء في الأسعار ومن ضوائق في المعيشة وضنك، ده كله بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى وبسبب الملاحدة والعلمانين المادارين الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا، ده قرآن عشان ما في واحد يجيبه لك في التلفزيون. والله نحن نفتكر انه السودان ده طبعا وداير كده، ونحن والله في المرحلة الجاية حنعمل وسنعبر والأحزاب السياسية اجتمعت وديرة تكون شنو؟ ده كلها فلسفة ساكت. ما ترجع لدينك الحال بيزداد أسوأ مما كان عليه. ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي كثيرا من كل مكان. الله قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده بسبب المعاصي تحت الناس بسبب الشرك. وربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. أهل سبأ ديل قومي في اليمن. نحن دارين نوري خطورة الشرك عشان الناس يخلوه ويمسك في ربنا سبحانه وتعالى عشان الوضع ده ينصلح. أهل سبأ ديل في اليمن هناك ربنا سبحانه وتعالى أداهم جنتين، جنة عن يمين وجنة عن شمال. حتى في بعض العلماء قالوا الواحد منهم لما نجي يسافر ما بيركب بتحت المواصلات، بتمشي ظل، تمشي في ظل من فوق. ولو دير تأكل تلقى الثمار نجيضة تشيلها كده وتأكل، ولو ما دير من فوق بتلقاه واقع هنا. ولو دير تشرب التقال بيشيل معاك قربة ولا جركانة بتاعت خش، لا تلقى الموية باردة بيجا هنا تشرب وتمشي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا يعني عن توحيد الله سبحانه وتعالى وأبوا إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى.
ربنا سبحانه وتعالى قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم الجرار الجارف وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الأكل الخمط ده الكريه في الرائحة والكريه في الطعم وأثل وشيء من سدر قليل. ربنا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الجزاء من جنس العمل. انت يا علماني بتحارب في منه؟ تقال لك تبي تحارب في المسلمين، تبي تحارب في دين ربنا سبحانه وتعالى، تبي تحارب في الله. انت بتقدر؟ تقدر تحارب ربنا سبحانه وتعالى؟ يا اخي ربنا قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ده من الافساد. كونك تجي تقول للطلاب مدنيه والناس يقول وراك مدنيه، والناس الوراق ديل ما عارفين كلمه مدنيه هي ذاته معناتها شنو. غشوا الشعب السوداني، الحيط كلها تلقاها مليانه مدنيه. تعرف كلمه مدنيه دي معناتها شنو؟ عندها معنيين. المعنى الاول عند الشعب السوداني الطيب يقول لك مدنيه، حكومه مدنيه يعني حكومه لا عسكريه، ده ننزل مدني. ده المعنى عند الشعب السوداني. اما عند قوى الحريه والتغيير مدنية يعني لا دينية، زي ما جابوا في جريدة الصيحة بالخط الكبير الأحمر. قوى الحرية والتغيير نقطتين فوق بعض، لا مجال لدولة دينية. ديل ما دارين الدين ومفتكرين ده التقدم وده التحضر وده التمدن. الناس لو تركت الدين ومشت بدون دين بتبقى أسوأ من البهائم، مو زي البهيمة. لا، انت لو قلت زي البهيمة بتكون ضربت البهيمة الله، لأنه البهائم دي بتعرف ربنا سبحانه وتعالى وبعد ده بتغير على دين ربنا سبحانه وتعالى. ما سمعت بقصة الهدهد؟ سليمان عليه السلام ربنا قال عنه وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ربنا قال فمكث غير بعيد لما انجى راجع قال لي سليمان عليه السلام قال لي أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال لي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال لي وجدتها وقومها يسجدون لشنو؟ للشمس من دون الله. الهدهد ما رضى الموضوع ده، ما رضى انه الناس ديل يخلوا الله ويسجدوا للشمس. الحيوانات بتغير على دين ربنا سبحانه وتعالى. انت يا علماني ويا شيوعي ويا مستقل، انت ما داير الدين مره واحده ولا داير تدافع عن الدين، انت نزلت تحت البهائم. ربنا قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل شنو سبيلا. وديل نحن نبشرهم بالذي يسوءهم. أي زول بعارض دين ربنا سبحانه وتعالى، وأنا أختم بالآية دي، أي زول بعارض في دين ربنا سبحانه وتعالى ده لا بيلقى الدنيا ولا بيلقى الآخرة. ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا في الدنيا بتلقاه ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم شنو تنسى. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم الشيخ محمد نورين فليتفضل مجزيا مشكورا.